واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك تعيين السيد نبيل مسالي مديرا للطيران المدني، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تعين السيد رشيد مداح مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، السيد عبد الله بورك مدير وكالة الحوض المائي لسابو، السيد عمر شفيق مدير وكالة الحوض المائي لأبي القراق والشاوية.